بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبارك للذين اجتازوا امتحان شهادة إثبات المستوى ونجحوا فيه، أتمنى لهم التوفيق، وكما أتمنى التوفيق كذلك للذين لم يسعفهم الحظ في العام المقبل. طبعا فهذه هي الدنيا، هناك نجاح وهناك فشل، وهناك طبعا وفق كل هذا هناك طبعا مكتوب، أو طبعا مكتوب من الله سبحانه وتعالى. فمن لم يسعف الحظ فلا يفقد الأمل، وعليه المثابرة والمواصلة في العام المقبل. بالنسبة إلى استخراج أو ذهب استخراج شهادة إثبات المستوى، طبعا سوف أضع لكم رابط أسفل الفيديو. طبعا فأنا أشاركك بهذا الفيديو موقع استخراج شهادة إثبات المستوى، وسوف أضع لكم رابط أسفل الفيديو هناك ملاحظة بالنسبة إلى الرابط. بالنسبة للرابط، من المرجح أنه لن يعمل في متصفح جوجل كروم، نظرا لأن الموقع أو رابط الموقع ليس سكيور أو ليس آمن طبعا. وطبعا في المواقع توجد مواقع تجدون بها في بداية الموقع HTTP قبل الـ www، ويوجد كذلك مواقع أخرى تبدأ بالـ https. وجوجل كروم طبعا يقوم بحظر أو المواقع التي تبدأ بالـ http أو ما يصطلح أو ما تعنى أو ما يعنى Hypertext Transport Protocol Secure. طبعا فمن لم يصلح معه الرابط او لم يفتح معه الموقع على متصفح جوجل كروم، عليه التوجه الى اي متصفح اخر، وارشح لكم موزيلا فايرفوكس او متصفح اوبرا، وتقومون بادخال معلوماتكم من تاريخ الميلاد ورقم التسجيل، وطبعا رقم التسجيل وتاريخ الميلاد وموسم او موسم دراسية سنة دراسية، ومن ثم تقومون بإدخال الأحرف، ومن ثم استدعاء هذه شهادة إثبات المستوى. وطبعا هناك ملاحظة بالنسبة إلى السنة الدراسية، بالنسبة إلى التعليم أو الضمان الوطني للتعليم والتكوين، عفوا بالنسبة للجدد أي 2022-2023، يتم سحب شهادة إثبات المستوى من الموقع. وقد لاحظنا أن هناك في الموقع هناك العديد من السنوات، وفيما سبق نبهت وذكرت بأن المتعلمين الذين طبعا في السنوات السابقة يلتجئون إلى المركز الجهوي من أجل سحب شهادة إثبات المستوى. فطبعا طلبا مني إليكم فضلا وليس أمرا، من كان سابقا في المراسلة مثلا 2022-2021 وسحب استدعاء إثبات المستوى من الموقع ونجح معه الأمر، فليكتب لنا في التعليقات كون أن الديوان الوطني للتعليم والتكوين لا يتيح استخراج سحب إثبات المستوى للسنوات السابقة. وطبعا ما بين تجربتكم ومشاركتنا، طبعا هذه التجربة أو إخبارنا بأن السنوات السابقة هل يمكن أو يمكن سحبها من الموقع أم لا، شاركونا آراءكم في التعليقات ونجرب طبعا لنفيد متابعينا الآخرين. والسلام.